نقرع الجرس اليوم للمرء وللسنة الخامسة على التوالي لتسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مبادئ تمكين المرء. تنضم بورصة الكويت إلى منظمات عالمية رائدة في الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يؤكد مواصلة الشركة في تعزيز مبادئ تمكين المرأة، والذي بدأ عندما قرعنا الجرس للمرأة في مثل هذا اليوم من عام 2018، واستمر بتوقيع بيان دعم مبادئ تمكين المرأة الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2019، كما إننا ما زلنا ملتزمون بمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة منذ 2017. نتطلع أن نكون سبباً في توفير فرص متكافئة للمرأة تمكنها من الارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات، ودعم جهود الشركات لتمكين الموظفات وزيادة مستوى تمثيلهن ومشاركتهن. اليوم قرعنا الجرس في بورصة الكويت تمكيناً للمرأة في ظل فعاليات مطولة نحو تمكين المرأة سياسياً اجتماعياً واقتصادياً في دولة الكويت. هذا التمكين يغطي في فعاليته سياسات الخطة الإنمائية لدولة الكويت ورؤية الكويت 2035، كما أنه يغطي الهدف الخامس وتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة أجندة 2030 الأجندة الأممية. تمكين المرأة هو عماد لنمو الاقتصاد في دولة الكويت. Today at the International Women's Day, I would like to congratulate the government of Kuwait on its strong progression towards all of the 17 Sustainable Development Goals, and particularly Sustainable Development Goal number 5, gender equality and women empowerment. And I would like to today as well acknowledge Kuwait's championship in the area of women empowerment principles. As the Kuwaiti Bursa rings the bell today for women empowerment, I would like to again thank the government of Kuwait and the private sector of Kuwait for their strong commitments towards national development. Happy International Women's Day. We are here at the Kuwait Stock Exchange to celebrate another milestone for women's empowerment. More and more companies are coming together to sign up for the Women's Empowerment Principles of UN Global Compact to apply them in marketplaces and workplaces. CEOs of the companies ranging from telecommunication, banking, investment, retail, logistics, and consulting have shown strong commitment to women's empowerment. Break the bias. Today's Women's Empowerment is Business Sustainability for Future. اليوم قرعنا الجرس في بورصة الكويت في يوم المرأة العالمي، وهذه المناسبة نحب نبين دور القيادة النسائية في جميع القطاعات في سوق العمل. لابد من إدماج وإشراكهم لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية وتقدم في هذا المجتمع.